السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا الأعزاء، طلاب الصف الأول الثانوي الأدبي الأزهري الفصل الدراسي الثاني، الدرس الثاني من الوحدة الخامسة اللي هي طبعا وحدة الفاليوز القيم. هندخل، خلصنا الأمانة honesty، هندخل النهاردة على truthfulness اللي هو الصدق. تمام، طيب truthfulness طبعا is the foundation of all human virtues. الصدق ده هو أساس كل الفضائل الإنسانية، all human virtues. تمام، نبدأ بقى ك social demand، كمطلب اجتماعي أو كضرورة اجتماعية. Truthfulness is one of the most basic things for the establishment of mutual social relations. يعني الصدق ده واحد من أهم most basic things for a، عشان a the establishment، عشان تبني مجتمع mutual social relations. تمام، يعني علاقات متبادلة بين المجتمع وبعضه، يعني عشان تبقى في علاقات يبقى لازم يبقى في صدق mutual social relations. Islam has therefore تمام attached much importance to truthfulness as a moral value. ولك الإسلام attached much importance، يعني ربط أهمية كبرى to the truthfulness as a moral value، كقيمة أخلاقية. and the Quran has mentioned it، والقرآن كمان mentioned it، ذكره. تمام، in various occasions، في مناسبات كثيرة. truthfulness is the conformity of the outer with the inner. الصدق ده الخارج بتاعك او الظاهر بتاعك، الاوتر بتاعك، يتماشى او يمشي او يتفق او يبقى في هارموني وتناسق بينه وبين الداخل، inner conformity of the outer with the inner، هو ايه؟ ان يتفق الظاهر مع الباطن. تمام، the action with the intention، الاكشن اللي هو الفعل مع الانتنشن اللي هي النية. the speech with belief، والقول مع الاعتقاد. and the practice، والتطبيق. with the preaching، مع الوعظ نفسه. كل المعاني دي عايز يقول لك يعني ان التروثفولنس لازم تبقى بره وجوه، بالداخل وبالخارج، في قولك وفي عملك، كلهم متفقون. بكده تكون أنت صادق أو متمثل للصدق. As such truthfulness is the cornerstone of the upright Muslim's character and the springboard for his virtuous deeds. عشان كده التروثفولنس تعتبر cornerstone، حجر الزاوية، حاجة مهمة جدا للمسلم الملتزم، upright Muslim's character، شخصيته. and the springboard for his virtuous، هو springboard كمان ومصدر لإيه؟ للvirtuous deeds. طيب كل دي معلومات كده إيه؟ يعني سهلة وبسيطة ومقبولة، يعني أنت بس تعرف معنى الكلمات دي وتفهمها، هتلاقي أي عبارة تجيك أكمل أو صح وغلط هتلاقي نفسك سهلة جدا. بس احفظ الكلمات دي عشان في كلمات إيه مهمة إنك إيه تحفظها. بعد كده الـ benefits بتاعت الـ truthfulness، أهمية الصدق. A person betters himself by practicing truthfulness. خلاص الإنسان بيحسن من نفسه، betters himself، betters himself عن طريق إيه؟ الصدق. Hence وكمان everyone is elevated to praiseworthy heights and raised in ranks in the sight of Allah as well as the people. وكمان من خلال كده الإنسان elevated، تمام، بيزكي نفسه او يعني يزيد في ايمانه، to praiseworthy heights، مصاف ايه؟ الشكر. and raised in ranks in the sight of Allah، يعني في عين الله عز وجل، كذلك يصل الى مرتبة الشكر والحمد وان يحمد بايه؟ بالصدق. خلاص عايز يقول يعني في النقطة دي انك انت تقدر تبترز yourself by يمين، وتبقى يعني حاجة يعني كبيرة في المقام عند الله وعند الناس by mean by truthfulness.
As the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam related in a hadith narrated Ibn Mas'ud مروى عن سيدنا ابن مسعود بيقول الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة وإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. The English truthfulness leads to righteousness and the righteousness leads to paradise and a man keeps on telling the truth until تمام he becomes a truthful person. Falsehood leads to wickedness and wickedness leads to the hellfire and the man may keep on telling lies till he is written before Allah alayhi. رواه البخاري. يبقى الجزئية دي فيها معلومة اللي قلنا لك انه انك بتبتر yourself و elevate ترفع من شأنك, احفظوا الالفاظ دي تمام, لحد عند الله يعني of Allah in the sight of Allah in the sight of Allah وكمان ايه the people الناس وده الحديث. طيب truthfulness is a habit, telling يعني الصدق ده عادة تعتادها او تعتاد الكذب والعياذ بالله. Telling the truth and telling lies are learned habits, يعني قول الصدق والكذب learned habit, learned habit عادات تتعلم. We should always tell the truth in order that it becomes our nature to tell the truth without any effort. أنت لو تعودت على الصدق هتقول الصدق. So truthfulness is something which is to be cultivated till it becomes implanted in a person's heart and therefore reflected throughout daily life. كل كلامنا معنى حاجة واحدة بس, إنها a habit. If you always tell the truth, it will be your nature. هتبقى طبيعتك. ما فيهاش ولا حاجة الجمل دي كل اللي انت شايفه. طيب, importance of truthfulness. أهمية الصدق. Truthfulness is the foundation of all good. أساس كل حاجة حلوة. People trust a man who speaks rightly and truthfully. الناس بتثق. Trust a man who speaks rightly. اللي بيتكلم بصدق. And truthfully, وحقيقة وصدق. تمام? They hold him in esteem. بيرفعوا درجته أو قيمته. And accept every word of his to be correct. وكل كلمة منه بيفتكروها أو بيظنوا أو يعني بيعتقدوا أنها صحيحة. Islam emphasizes the importance of abiding by truthfulness all the time. الإسلام بيأكد على أهمية أنك تلتزم abiding by truthfulness all the time. طيب الكلمات اللي انت شايفها دي abiding مش عارف تحس انها كلمات صعبة, احفظها كويس وراجعها وخلي اعرف سياقها مش عشان تكتبها فقط, عشان لو جاتك حاجة تعرف تفهمها. يعني انت ممكن تستبدل الكلمات دي بكلمات تانية لو انت اللي هتكتب, لكن الاشكالية بتبقى مع الطلاب ان هو بيقرأ الجملة فاحيانا بتكون الطالب مش فاهم, فبالنسبة لك الجمل دي مش صعبة بس هي ترجمة. The noble Quran sends powerful signals from time to time to assert the fact that truthfulness is the standard by which people are categorized before the exalted Lord of the world. تمام, بيقول لك يعني كلام بسيط بس هي الألفاظ الفخمة, إن القرآن دايما بيديك إشارات ومعلومات ويعني ويأكد لك حقيقة إن الصدق تمام is the standard, ده هو مقياس اللي الناس من خلاله بتصنف categorize, جاي من category صنف أو صنف معين وكده تمام من قبل الله عز وجل. They are either truthful or outer hypocrites, إما الإنسان صادق عن جد أو إيه والعياذ بالله منافق. hypocrites معناها منافقون. بس كده موضوع بسيط والأسئلة احنا حليناها. دعواتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.